السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهاردة معانا مشكلة في تلاجة فريش، زي ما حضراتكم شايفين كده التلاجة اللي معانا دي مشكلتها ان مفيش اي تبريد خالص في الكابينة بتاعت التلاجة من الاسفل، واي اكل بتحط فيها طبعا بيبوظ عشان مفيش اي تبريد نهائي. لكن فريزر التلاجة شغال كويس جدا، التجميد بتاعه كويس جدا، مفهوش اي مشكلة. يبقى عندنا كده المشكلة في الكابينة اللي تحت فقط، ودي بتحصل في كتير جدا من التلاجات المشكلة دي. وفي ناس بتفكر ان التلاجة عاوزة تتشحن فريون، او في تسريب من الفريون، او في مشكلة في الموتور. فاحب اقولك لا، المشكلة ممكن تكون بسيطة جدا وحلها كمان بسيط. هنعرف كل حاجة مع بعض في فيديو النهاردة، بس تعالوا نشوف المشكلة دي الاول. هنفتح كده باب فريزر التلاجة ونشوف كده، هنلاقي وجود تلج على الرف اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. معنى كده ان الفريزر ده شغال كويس جدا، وفعلا صحابه ما كانوش بيشتكوا خالص من التبريد بتاعه. وتعالوا كده نبص على المروحه بتاعه توزيع التبريد، شغاله زي ما حضراتكم شايفين. طبعا المروحه دي برضو لو فيها مشكله هتعمل معاك عدم توزيع التبريد ووجود التبريد في الكابينه اللي تحت. فلكن المشكله عندنا مش في المروحه، وبتجربها من الزرار ده، زرار بتاع الباب لازم تدوس عليه عشان تتأكد المروحة شغالة ولا لا. يبقى كده اتأكدنا ان المروحة شغالة بتاعتنا وبتوزع التبريد، ولكن برضو مفيش تبريد في الكابينة اللي تحت. تعالوا نبص كده على الكابينة اللي تحت، بنلاقي هنا ده مخرج الهواء اللي انا حاطط ايدي عليه دلوقتي، ده مفروض تحس بخروج الهواء. وهنا بص كده كمان المؤشر، الناس صحاب التلاجة عاملينه على اعلى حاجة الماكس، ولكن برضو مفيش تبريد زي ما حضراتكم شايفين كده. وده المشكلة اللي معانا، وهنشوف بإذن الله ازاي نحل المشكلة دي في فيديو النهاردة. بس ياريت لو انت لسه مشتركتش في القناة انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، سواء صيانة او بيع اجهزة. متبخلش علينا بدوسة اللايك عشان مهمة جدا وبتفرق جدا في انتشار الفيديو ووصوله للناس. ويلا بينا عشان ما نطولش في فيديو النهاردة، نشوف نحل المشكلة دي ازاي مع بعض. دلوقتي اول حاجه بنبتدي نعملها بنشيل الرف اللي داخل الفريزر بتاع الثلاجه عشان نقدر نفك الظهر ونشوف المشكله في ايه بالظبط معانا. وهنا اول حاجه كده خدت بالي منها وانا بفك الرف وبشيله، ان البوابه بتاعه توزيع التبريد مقفوله اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. ده مفتاح البوابه مفروض يكون على النص، لكن هنا البوابة بتاعتنا مقفولة. وهنوضح ونشوف البوابة دي بتكون مقفولة ازاي ومفتوحة ازاي برضو، هوريها لكم لما نفك. طيب نفك الظهر ده، بنفك المسمارين اللي فوق كده، وبعد كده بنجيب مفك ونشد الظهر ده بالراحة. وتخلي بالك عشان بيكون فيه الفيشة والسلك بتاع المروحة عشان ما يتقطعش معاك ويبقى فيه مشكلة معاك في الفيشة. نجيبه كده على جنبه بالراحة، هيبان طبعا معاك الكويل او المكثف، وهيبان معاك السيرمو ديسك والسيرمو فيوز، وهيبان معاك السخان. كل دي عوامل تؤدي لعدم التبريد الكابينة اللي تحت. وهنا بص تاني مشكلة معانا، فتحات توزيع التبريد للكابينة اللي تحت مقفولة خالص بالتلج زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا مفيش اي تبريد او هواء سائع هيقدر يعدل الكابينه اللي تحت طول ما في تلج متراكم على فتحات التبريد اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، الفتحه مسدوده بالتلج. طبعا ده اكيد في سبب مشكله، ان التلج اتكون على فتحات التبريد. مش من الطبيعي ان التلج يسد فتحات التبريد بالشكل ده الا لو في مشكله معانا. طبعا احنا شفنا المروحه كانت شغاله، فهنبتدي نشوف الاجزاء التانية. ممكن يكون عندك السخان مش شغال، ممكن يكون السيرمو ديسك مش شغال، ممكن يكون السيرمو فيوز مش شغال. فبنفك كده الفيشة بتاعت المروحة الاول عشان نقدر نطلع الظهر ونبتدي نكشف براحتنا ونشتغل براحتنا. وكمان عشان اوريكو البوابة بتاعت التبريد اللي بتقدر تتحكم منها
في كمية التبريد اللي نازلة للكابينة اللي تحت. بوريكوا كده من المفتاح. ادي المفتاح اللي قلنا عليه بتاع البوابة، لما بتشده يمين وشمال بيفتح ويقفل معاك البوابة. اهو هنبص كده على البوابة مع بعض من الجزء ده. اهو ركز معايا كده، ادي البوابة بفتحها وبقفلها اهي. طبعا بص التلج طبعا ماسك فيها، اهو التلج باين جوه. ادي البوابة بقدر اتحكم فيها من المفتاح زي ما قلنا، بشده يمين وشمال. طبعا البوابة دي لو مقفولة برضه هتسبب لك مشكلة، انت كده قافل التبريد على الكابينة اللي تحت، مفيش تبريد هيقدر يعدي كويس للكابينة اللي تحت، فدي برضه من احد المشاكل واحد الاسباب. تعالوا هنا برضو التلج اللي قلنا عليه ده لازم نسيح التلج ده خالص، ما يبقاش فيه اي تلج على فتحات التبريد. طبعا الحضن اتجمد، المكثف كويس، ده السيرمو ديسك، وهنا السيرمو فيوز. لازم برضو نكشف على السيرمو ديسك والسيرمو فيوز، ولازم نكشف على السخان. كل دي مشاكل ممكن تخلي الكابينة اللي تحت عندك ما فيهاش اي تبريد، وكمان تسبب لك ضعف في التبريد بتاع الفريزر. ادي الفتحات بتاعة توزيع التبريد، التلات فتحات دول، وهنا الكابينة اللي تحت اللي قلنا عليها. لازم كمان تظبط المؤشر بتاع التبريد ده على النص، ما تجيبوش على الماكس كده. ظبطناه كده، احنا مش هنحتاج نعمل اي حاجة في الكابينة اللي تحت خالص، كل شغلنا بيكون في الكابينة بتاعة فريزر التلاجة، هي دي اللي فيها المشكلة. وهنا سيحنا التلج زي ما حضراتكم شايفين كده، ونضفنا المكثف. ادي فتحات التبريد اللي كانت مقفولة بالتلج. طبعا سيحنا التلج، ممكن تستخدم مية سخنة بكتل او اي حاجة وتبتدي تسيح التلج اللي موجود على فتحات التبريد زي ما حضراتكم شايفين. طبعا كشفنا على السيرمو فيوز، وكمان كشفنا على السيرمو ديسك، لقينا السيرمو ديسك سليم ما فيهوش اي مشكلة، ولكن السيرمو فيوز لقينا الفيشة بتاعته هي اللي كان فيها مشكلة، وكانتش راكبة كويس وكان بتعلق، فحلينا المشكلة بتاعت الفيشة وركبناها كويس، والسيرمو فيوز شغال تمام والسيرمو ديسك شغال تمام، ونضفنا فتحات التبريد كلها، وقسنا كمان السخان بتاع الحوض لقيناه شغال. وطبعا بعد ما ركبنا الفيشة بتاعت المروحة لازم تجربها وتختبرها بعد التركيب عشان تشوف سواء هي بتعلق ولا لا، ممكن كمان تكون فيشة المروحة دي بتعلق او زرار الباب بيعلق، لو في اي حاجة منهم بتعلق برضه هتسبب لك المشكلة دي. فندوس كده على زرار الباب ونشوف كده المروحة اشتغلت تمام بدون اي مشكلة، يبقى كده تمام. لازم تتأكد من كل حاجة قبل التقفيل عشان ما تقفلش الظهر بتاع التلاجة وبعد كده ترجع تفك تاني. بيتركب كده بسهولة، بنركب الجزء اللي تحت الاول، بعد كده بنركب من فوق ونربط المسمارين بتوعه. زي ما حضراتكم شايفين كده ربطنا المسمارين، بعد كده هنركب الطبة البلاستيك اللي احنا فكناها دي، واحدة هنا وواحدة هنا، كده قفلنا الظهر بتاعنا. كمان ما تنساش البوابة بتاعة فتحة التبريد اهي اللي قلنا عليها، لازم تخليها في النص كده كده على الوضع الطبيعي بتاعها. يبقى كده قدرنا نحدد المشكلة كان عندنا في البوابة والسيرمو فيوز، وكده اتحلت المشكلة. ياريت لو عندك اي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي، ولو عندك اي مشكلة في اي جهاز كهربائي خش عندي على القناة، هتلاقي فيديوهات كتير جدا لحل مشاكل جميع الاجهزة الكهربائية والاجهزة المنزلية. ولو في عندك مشكلة ومش لاقي لها فيديو على القناة اكتب لي في اي كومنت، وباذن الله هحاول اتواصل معاك احل لك مشكلتك او انزل لك فيديو لحل مشكلتك على القناة. بس يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة كدعم لينا، واشوفكم في فيديو جديد في قناة اعمل بنفسك. سلام.